انا عشت شحال من البطوله ديال العالم من 74 ل 82 86 ولكن هذه لا مثيل لها. وكنتمنوا على ان المغرب يمشي بعيد ان شاء الله ويمشي ان شاء الله الفينال ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. شكرا عليكم. نادر احنا فرحانين دابا حسبت بهذا الفوز هذا وتوصلوا للنصف. ماتش ان شاء الله كان في المستوى فرحونا المغاربه الحمد لله فرحانين لواحد الدرجه لا توصف. لاول مره في التاريخ عربي فرقه توصل للدومي الفينال هذه شرفوا البلاد والحمد لله وهذا الشيء اللي بغينا وراه فرحانين بزاف وديما مغرب ديما مغرب. كاينين الدراري تبارك الله في المستوى اناحي وحاكم زياش والدراري كاينو ياسين بولو اللي تالق. كنت حاسب اللي غتكون ماتش ان شاء الله ما ساهلش ما ساهلش الماتش اني عندنا معاهم بعد 2018 ديجا كانوا رابحين وبقات فينا هذيك عقده بغينا تحلوا الحمد لله فرحونا. كنشكروا الطاقم كامل من الرئيس حتى المدرب اللاعبيه كاملين فرحانين بزاف بزاف فرحونا وشكرا وليد الركراكي بزاف. كنشكروا وليد الركراكي بزاف وبرافو للدراري لحقاش دار شي حاجه اللي ما عمر شي مدرب دارها في المنتخب المغربي وهاد اللعب هذا اللي داروا في المغرب ما عمرنا يعني شفنا بحاله. اول مره تنحسوا براسنا تنتفرجوا وحنا مرتاحين وما معصبين ما والو. كنا اصلا شحال هذا المنتخب اللي كان شحال هذه ضروري تتلقى مفرجين وحنا معصبين ما تيقش في الدراري. دابا حنايا تايقين فيهم 100% وكنا عارفينهم غادي يديروا هذه النتيجه وبرافو وليد الركراكي وتنشكروه بزاف واللاعبيه كاملين ديال المنتخب حقاش تقاتلوا واحد الروح ديال القتاليه اللي ما تتوصفش. تقاتلوا رجال واسود بصح. شكرا لوليد الركراكي عاوتاني مره. كلمه كنقول كلمه وحده هي حنا دايرين النيه وبقاو دايرين النيه ان شاء الله. الحمد لله والله كيما مغرب. شكرا. الله الرحمن الرحيم. كنشكر اللاعبيه كاملين اللي لعبوا وقدموا هذه المباراه ميزه وشكرا للجميع. شكرا. برافو. والمغرب.